بتدعي اطراف اخرى بتدعي سياح تقول لهم ادي الحال امن اهو، وخاصه بعد الاجراءات اللي احنا شفناها وعايشناها ولقيناها، ونتمنى ان ده يستمر على طول، ما تبقاش شدد غربال. احنا بنقلع الاحذيه في دول، ما نقلعهاش في مصر عشان نحافظ على امننا ونطمن على حالتنا. فلازم نقبل ده، وكنا قابلين ده ونتمنى ان هو يستمر مع من اول الوزير للغفير لاي بني ادم. في صور للوزراء كان هنا بيتفتشوا. عارف طول عمري بشوف اللي بيتأفف من الاجراءات الروتينيه او الامنيه بشوفه شخص اجوف. يعني متضايق جدا لما نبقى داخلين المدينه او في اي حته واحد يقول لك انت، يعني فكره انت مش عارف انا مين، دي فكره دليل بالنسبه لي على الخواء والتفاهه. لو ان الروتين، لو ان الصح، لو ان الامن، ان كلنا نتفتش كلنا نتفتش، كلنا نمشي في الجهاز كلنا نمشي في الجهاز. ف انا بقول لك شفت صوره الوزراء كلهم هم بيتفتشوا. ده بالعكس، ده لو قال انا مين، لا ده انا عايز ابقى مين ويطبق عليا ده. ده انا عايز ابقى كبير قوي يطبق عليا. مش عارفه لازم بتحس بالاهانه مستر بوتشينتي لما بيتم تفتيشك في اي مكان انت داخل له او خارج منه؟ سيد الكسندر بوتشينتي، بقالي 5 سنين ما سافرتش بره، لان حاسس انه مصر، ما تنسيش ان انا مصري قبل ما ابقى فرنسي، مصر في عاصفه، سفينه في عاصفه ومش عارف اسافر، ودي كارثه بالنسبه لشغل. انما طبعا بقالي 5 سنين ما رحتش فرنسا، ما رحتش اي حته، ما رحتش اقصى حاجه وصلت لها الصعيد يعني.